به المنيارديز نتاع الجلجلين لهنا ناخذ 100 غرام سكر كروكون، عليهم 100 غرام جلجلين باش نخلطوهم. هذا منيارديز الجلجلين بعد خلطناه حطيته في المول كما تشوفوا، هذا لازمنا نقرصو عليه ما يجيش مكون برشا كما تشوفوا هكا. باش ندخلو للفور على 160 درجة من 15 دقيقة ل 17 دقيقة كما عملنا اللوز. اما هذا من بعد نوريكم كي نخرجو كيفاش باش نقرص عليه شوية من الجناب. توا باش نعمل بات نوازيت اللي تعملوا بها نوع الحلول كله وبنينه ما غير لا جليكوز لا حتى سيرو، جوست بالعطر شي وراهي ما تفسدش تجيكم بنينه على الاخر. لهنا خديت على 100 غرام نوازيت تاخذوا عليهم 40 غرام سكر محور وتخلطوهم بالعطر شي اللي تتلم، ما عنديش كونتيتي معينه نتاع عطر شي خاطر كل واحد ونوازيت اللي عنده، فما نوازيت طلع زيت نوازيت لا. باش نحط بشويه عطر شي وباش نعجن لنتحصل على بات تلموها لمين باش ما تزيت لكمش. عملتها حرشه شوي ماهيش بودر بودره خاطر نحب هكا تبدا النوازيت تقرمش. حطوا في بالكم راهي العطر شيه ما تبدلش المطعم نتاع النوازيت ومتاع البيستاش، بالعكس تبنن على الاخر. لهنا كيف تمت لي هكا راهي سي بون، البات نتاعي حاضره باش نجبد المول وباش نخدم بها. بهذاك المنيارديز جلجلين الفورم تحبوا نتوما تعملوها تنجموا تعملوها، هذوما باش نعملهم هكا، فما هذوما